توجد منطقة بقبيلة مسجنة تسمى سيدي بوسحاب أو ما يسمى أبو السحاب. اسمه الأصلي هو إبراهيم بن يحيى السملالي المعروف بأبي السحاب، وقد كان وليا من أولياء الله. عاش في القرن الخامس الهجري، وكان مجاب الدعوة مهيب الجانب مشهور بالبركة والصلاح، ويقال أنه لقب بهذا الاسم لأنه يستسقى للناس في حالة الجدب والقحط، فلقب بأبي السحاب وجاء في طبقات الحضيقي ما يلي. إنما قيل فيه أبو السحاب لأن الناس يستسقون عند قبره فيغاثون. مشهور بالبركة والصلاح ومجاب الدعوة، ويدل على جلالة قدره وعظيم شأنه أن محمد بن تمرس المعروف بمهدي الموحدين كان يكاتبه ويسأل منه الدعاء ويتوسل به إلى الله في كافة أموره، ناهيكا لمن اعترف له المهدي على ما هو عليه من علم وسلطة وجاه. جاء في طبقات الحضيقي، وكان السلطان المهدي الموحدي لما رجع من المشرق يكتب على جلالة قدره إلى سيدي إبراهيم هذا يسأل منه الدعاء ويتوسل به إلى الله في كافة أموره. وكانت وفاته رحمه الله سنة 514 هجرية 1121 ميلادية، ودفن بهذا المكان وسط الدوار المعروف بلقبه فيما بعد، وهو دوار سيدي بوسحاب.